تعالوا كده نروح في وسط بقى درجات الحرارة القياسية اللي احنا كلنا عايشينها، وطبعا استمتاع الناس أيضا بأجازات المصايف في مختلف المدن المصرية الساحلية الساحرة. هتلاقي إنه يعني كل المصايف زحمة أكيد، لأنه الأذواق مختلفة، والناس اللي بيحب يروح مكان معين واللي بيحب يقعد في مكان تاني، ولكن كلنا بنتعرض لنفس الشمس، وبالذات الأطفال اللي بيقعدوا يمكن ساعات على شاطئ البحر. الشمس ما فيش لا مفر منها، لأنك بتقضي معظم الوقت الأجازة في وقت النهار في الشمس. في طبعا الناس بتاخد بالها بتستخدم واقي للشمس، وفي ناس الحقيقة ما بتنتبهش فبيحصل لها أضرار كتيرة جدا، وخصوصا الشمس تأثر جدا على الجلد، بالذات لو انت بقى مع أشعة الشمس والبحر والمية المالحة وما ذلك، فأكيد التعرض المباشر ده من غير استخدام واقي للشمس ممكن يعرض الجلد لبعض المشاكل. خلينا كده يعني نشوف ازاي نقدر يعني نهتم بجلدنا، وازاي نقدر نحط كده واقي، وايه هو الواقي اللي لازم نحطه، وساعات التعرض للشمس تبقى عامله ازاي. واكيد لازم نشرب ميه كتير، يعني زي ما مخرجي بيقول لي اكيد طبعا الميه دي لازم نشربها على طول طول الوقت. خليني اروح لدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلديه. مساء الخير يا دكتور هاني. سعدوني يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني النهارده واحنا موجودين كده ودرجات الحراره عاليه جدا، مش بس في مصر ده في العالم كله، والناس بتتعرض لاشعه الشمس، ووجود الناس سواء في الشوارع او الناس بتشتغل او في اماكنها، وبالاكثر الناس واهلينا اللي بيصيفوا في كل المصايف. يعني قول لنا ازاي بعض النصائح الناس تعمل ايه؟ خليني بعد اذن حضرتك اقول لك كمان ايه التوقيتات بالذات. تمام. الشمس بتبقى مؤذيه والشمس ممكن تكون فيها مفيده. بنقول دايما اللي بعد الشمس اللي بعد الشروق الصبح وقبل الغروب دي شمس بتنتج عنها اشعه فوق بنفسجيه طويله الموجه، دي مفيده جدا للجلد وبتساعد تكوين بعد الشروق وامنه. اللي هي الصبح يعني مثلا لغايه الساعه 9 والفتره اللي هي من الساعه 5 لغايه الساعه 8. تمام. انما اصعب فترات اللي هي فتره الظهيره، يعني دي اشعه فوق بنفسجيه قصيره. اللي هو بنتكلم من 12 الظهر لحد 4 بقى، وقبلها بساعتين وبعديها بساعتين، يعني مثلا يعني من 10 الصبح ولغايه الساعه 2 3 كده. دي بتبقى مؤذيه جدا للجلد، سواء بقى انا كنت بقى في المدينه في مصيف في اي مكان مؤذيه جدا. لازم احط في بالي شويه اعتبارات. هخرج همشي ممكن احط حاجه على راسي، بتبقى برنيطه ظريفه، كاب ظريف، السيدات واقي على الراس برانيط كده، خوص عريضه. صحيح. الاطفال البسهم كاب، يبقى ده اهم حاجه، حاجه فوق راسي. تمام. الحاجة التانية في حاجات لطيفة، يعني مثلا شمسية اليد. أيوة. بتبقى جميلة وشكلها شيك وحلو. وهي حتى يا دكتور على فكرة في مصر اسمها شمسية عشان هي مرتبطة مطرية. بالشمس. أيوة. مش مطرية. مش يعني مطرية. صح. مطرية. صح. فهي دي السلاح الأول. يعني اللي هو الناس تحمي راسها يعني. تمام. بعد كده لازم باستمرار نلبس ملابس قطن وألوان فاتحة. صحيح. بلاش الحاجات الصناعيه وبلاش الحاجات الغامقه. يعني الناس ما تلبسش اسود وغامق، وحتى السيدات الفضليات المحجبات الالوان الغامقه كل ما كانت يعني الحجاب فاتح يعني يقدر يعكس الشمس كمان لموني. بالنسبه لهم بالظبط. تمام. لانه ما بتحتفظش بالحراره. دي حاجه مهمه جدا، ويبقى انا كده حميت نفسي من اي اذى ممكن اتعرض له. اخر تمام. حاجه كريمات الوقايه في الشمس. أيوة. يعني لو انا ما عملتش حاجاتي كلها هبقى مضطر ان انا استخدم كريم واقي للشمس، بحطه على الاماكن المعرضه زي الوجه، الدراعين، الايدين، كده بقى انا امنت نفسي تماما. طب انا عايزه استاذنك نقف شويه عند الكريمات الخاصه واللي هي الواقي للشمس، لان هي الحقيقه درجات كثيره جدا، بنتكلم على 20 و15 و50 و100، فدي درجات الحمايه. الحاجة التانية أنواعها كتيرة جدا، وطبعا في بعض الناس ميزانيتها لا تسمح لهذا الواقي الغالي، إيه اللي ممكن يعملوه وإيه اللي ممكن يعني يحطوه ويبقى واقي ويبقى في متناول اليد؟ شوفي يعني أنا بطمن حضرتك وبطمن الناس إن إحنا دلوقتي في مصر في شركات وطنية مصرية عديدة جدا بتصنع الواقي المصري 100% واسعاره اقل بكثير جدا من المستورد. يبقى رقم واحد انا مش محتاج المستورد. تمام. يبقى الواقي المصري نبحث عنه. اخد المصري. اثنين اخد اللي مكتوب عليه 50 زائد. 50 زائد. تمام. تمام. وينفع للاطفال وللكبار وكل الاعمار. في حاجات خاصه بالاطفال
وفي حاجات خاصه بالكبار، وفي حاجات خاصه باصحاب البشره الدهنيه، وفي حاجات خاصه باصحاب البشره الجافه. تمام. فانا بقول له الدكتور زميلي الصيدلي انا بشرتي دهنيه، اديني حاجه للبشره الدهنيه او العكس، او جافه فاديني حاجه. تمام. بالظبط. المعلومه المهمه بالنسبه لجبهه واخيه ان انا لما بحطه لازم طالما هبقى في الشمس طول اليوم اجدده كل ساعتين. يعني يكون معايا واجدده كل ساعتين. بالظبط كده. طيب الحاجه كمان المهمه، وهي انه احنا تعرضنا لفتره طويله من الشمس، والناس ممكن بيحصل لهم نوع من الاحمرار والالتهاب، خصوصا اللي بيتعرضوا لاول مره في الشمس. ناس كتير بتبقى ما خرجتش كتير، يعني ما تعرضتش للشمس، فبتاخد جرعه شمس. يرجعوا يعملوا ايه في البيت؟ خاصه كمان اصحاب البشره البيضاء. بالظبط. هتبص على طول حصل التهاب واحمرار في الوش. صحيح. على طول بجيب كريم مضاد للالتهاب من الصيدليه، اقول له اديني كريم مضاد للالتهاب. كريم مضاد للالتهاب. مش عايز اقول اسمه عشان بقى استعان بشركات. كريم مضادات للالتهاب، وتنفع للاطفال يا دكتور؟ خاصه بيهم؟ طبعا. كريمات للاطفال. تمام. وبدهن مره الصبح وبالليل، انا كده حميت نفسي تماما. انا عايز اقول كمان حاجه قبل ما ننسى حضرتك، عشان برضه في عاده خاطئه في الجو ده الناس بتقع فيها. موضوع الاستحمام. يا ناس استحموا بميه بارده مش ميه سخنه. موضوع ايه يا فندم؟ الميه السخنه؟ الاستحمام بالميه. طبعا. في ناس كتير في الجو ده بتستحمى بميه سخنه. فلا، الجو ده بنستحمى فيه بميه بارده، مش بارده من الثلاجه. وهنا لا يعني وهنا حضرتك بتقصد انه ده للجلد افضل؟ للجلد. تمام. لان انا النهارده لما بقى جسمي سخن كده وحران واجي استحمى بميه سخنه جلدي بيسخن اكتر. ايوه. فانت عايز الميه الفاتره، ميه الحنفيه زي ما بنقول. ميه الحنفيه اللي هي الناحيه اليمين، مش هظبط اليمين مع الشمال، لا اللي هي الناحيه اليمين العاديه. طيب في اخطاء شائعه دكتور هاني كتير، يعني الناس تقول لك ايه؟ لا الاحمرار ده حط تلج. لا ما احطش تلج خالص. ما نحطش تلج خالص. بالمناسبه ولا الحروق. ولا الحروق. واستعمل كريم حروق للجلد. واللي هو الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. ده لا. على طول الكريمات. انما ما احطش تلج ابدا على الحرق ولا البن ولا معجون السنان ولا الحاجات الغريبه الناس بتعملها. ولا معجون السنان ولا البن ولا طب النشا؟ بص عليك، اول ما اتعرض مثلا حاجه ميه سخنه اتدلقت عليا، اول حاجه اعملها اروح على الحنفيه افتحها لاقصى قوتها. تمام. الحنفيه درجه حراره الغرفه. تمام. ساعه. تمام. وافضل حاطط ايدي كده 10 دقائق بعد. تمام. كده انشفها بالراحه واحط اي كريم مضاد للحروق. طيب بس كده. الجلد والميه، يعني الجلد والميه مهمين لبعض، خصوصا في فتره الصيف. لو انا قاعد اتعرضت للشمس كتير، انا موجوده على الشاطئ، انا خرجت في الشمس، فالجلد والميه نشرب اكتر من المعدل الطبيعي ولا هو المعدل الطبيعي كافي؟ لا اقل من 3 لتر ميه متوزعين 24 ساعه. 3 لتر ميه. وحياه الجلد ازايز كبار كده يعني. حياه الجلد الميه. وهتلاقي الناس اللي ما بتشربش ميه بين دول الجلد هم جفاف في الجلد وتبقى عايزين يهرشوا. طيب في مقوله دكتور هاني بتقول ان الناس اللي وشها بينتفخ احيانا من قله الميه كمان. لا هي قله الميه بتعمل حاجه اخطر من كده. يعني بص عايز حاجه، لما تلاقي حد كده تشوفيه كده يعني مثلا شاب صغير وتقولي فلان ده يبان سنه اكبر من شكله اكبر من سنه. او العكس، حد كبير وتقولي ما شاء الله شكله اصغر من سنه. ده بسبب الميه. لو ما بشربش ميه كتير بتظهر علامات الشيخوخه بدري، والانسان شكله بيعجز قبل سنه. طبعا، لان هو ما خدش ميه علشان تروي الجلد زي ما بنقول. بالظبط. طيب دكتور، حاجه تانية بالنسبه للسيدات بقى، اللي بيحطوا كريم النهار وكريم الليل وكريم مرطب مع وجود بقى كريمات الشمس، دول يعملوا ايه بقى؟ انا هم خارجين الصبح يستعملوا ايه وما يستعملوش ايه؟ يعني طبعا هو هيحط كريم الواقي بتاع الشمس وتحط فيه الحاجات اللي هي عايزاه. بس انا بيني وبين حضرتك يعني كنصيحه، يعني في الجو ده وفي الشمس ده انا لا انصح الخروج نهارا باي مستحضر تجميل او المكياج. ايوه. ليه؟ لانها بتتفاعل مع اشعه الشمس. صحيح. وبتعمل مشاكل. فممكن انا استعملها بالليل في المناسبات، انما في الجو ده ما ينفعش ابدا الواحد يخرج او السيده او الانسه. يعني في الجو ده كريمات مرطبه او الواقي للشمس. بمناسبة الكريمات المرطبة، ناس كتير برضو من أصحاب البشرة الدهنية يكلموني يقولوا لي عايزين كريم مرطب. يا ستي أنت بشرتك دهنية. إزاي تحطي كريم مرطب؟ ما أنت كده هتزودي الدهون أكتر. فلازم نتعلم، لأن الناس بتقرا حاجات على السوشيال ميديا وبتقلل. صحيح.
اصحاب البشره الدهنيه محتاجين غسول يقلل الدهون. ايوه ماسك كريم مرطب. صحيح. انما اصحاب البشره الجافه هم اللي بيحتاجوا مرطب. اكيد. دكتور هاني الناظر، دايما كل نصايحك الحقيقه بتكون مفيده وبتقدم لنا الوقايه السليمه خصوصا في فترات الشمس والتعامل مع جلدنا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور هاني الناظر، استشاري الامراض الجلديه. زي ما انتم عارفين بيبقى مهم جدا الميه بالذات، ميه بالذات الناس حقيقي بتنساها كتير.